الله. حد تاني يقول لك يعني انت راجل ترقصت اتحاد كره اليد، كسبت بطوله عالم ناشئين وخدت تالت شباب وعامل انجازات ورئيس لجنه منظمه كاس عالم، يعني تاريخ الحقيقه قوي ويحترم. يعني حد تاني يقول لك طب انا هدخل في الهرتك ده، يعني دي معركه اللي احنا شايفينه ان في معركه، هي مش انتخابات بقدر ما معركه تكسير عظام. حتى حد تاني يقول لك طب انا يعني بعد ما وصلت لده هدخل يعني المعركه دي ازاي، بقى انا اكبر دماغي ولما المعركه تخلص يفوت 4 سنين افكر. هو في ناس عملت كده، انا مش كده. في ناس فعلا قامات كبيره جدا فضلت انها تبعد لحد ما ايه الدنيا تتحل لوحدها. انا مش كده، انا لا ادخل المباراه والعبها لغايه اخرها عشان انا هدفي هدف، حتى لو معركه انا راجل بتاع ملعب. يعني بلعب لغايه اخر دقيقه وعايز اكسب. انا اتربيت في نادي الزمالك ان انا اكسب البطوله. يعني انا مش داخل اداء واجب، او انا مش داخل عشان اقعد على الكرسي. اللهم لك الحمد، اعتقد انا وصلت لمرحله كويسه في الاداره الرياضيه والانجازات الحمد لله تتحدث يعني. لكن المكان ده محتاج دعم، المكان ده محتاج شغل، فانا مش داخل اقدم نفسي بس لمجرد ان انا اتصور او اقعد على الكرسي او بتاع. لا لا لا، احنا فعلا داخلين نشتغل وداخلين عارفين ان احنا هنتعب وعارفين ان احنا في الاول هنتشتم، لان الناس بتبقى مستعجله المكاسب وهتعملوا ايه و و و. احنا جاهزين لكل هذا الكلام، احنا عندنا بلان، احنا من تاني يوم هنشتغل لو لينا نصيب يعني ان شاء الله. يعني مجهزين كل حاجه، اقصد كل حاجه يا فندم جاهزه ان شاء الله يعني، والرؤيه موجوده ومظبوطه، العصره الماليه نخرج منها ازاي، كل حاجه جاهزه ان شاء الله. ان شاء الله مع الحفاظ على المكتسبات الجديده اللي موجوده، اصلا موجوده دلوقتي. يعني انت عندك مشاكل، عنوان نادي الزمالك هو فريق كره القدم، لازم نحافظ على القوام الرائع بعد اداء لاعبتنا المحترمين في منتخب مصر ده، لازم نحافظ عليهم القوام الاساسي. خاصة من ابو جبل نص مليون جنيه عشان طلع مع عمرو اديب، تخيل. يعني مش معقوله المواضيع، خلي بالك ده سببه القرارات الفرديه. ده موضوع خطير جدا. لو هنخش في البرنامج اقدر ابتدي اتكلم مع حضرتك فيه.